يقول السائل: هل يجوز التأذين وقت الفجر خارج الوقت، أي ليس في وقته، لأنهم يرغمون ذلك ويضعون وقت خارج الوقت الشرعي؟ نعم، أذان الفجر يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول الوقت، استعدون لصلاة الفجر، والذي يريد الصيام يقوم ويتسحر، فيجوز تقديم الأذان قبل الفجر بزمان يتمكن الناس من التهيؤ للصيام، تهيؤ للصلاة. الدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان للرسول صلى الله عليه وسلم مؤذنان، واحد يؤذن قبل الفجر لأجل ينبه الناس إلى قرب الفجر، والثاني يؤذن على طلوع الفجر من أجل أن يصلي الناس الفريضة ويصوم الصائم. هذا أمر، لكن يؤذن الأول فقط ولا يؤذن ثاني، هذا لا، ما يجوز، لأنه يغر الناس بهذا. إذا أذن أذانا أول فلا بد أن يؤذن أذانا على الفجر. نعم.